عايزين نعرف منك بتشتغلي ايه او ازاي بتصرفي على حياتك. احنا دلوقتي بدأ مشروع ان انا بجيب شتبالة وكرتونتين كاراتيه وبسكويت للاولاد عشان ده اعمل دخل البيت، وانا معايا حالتين مرضين وانا حالة مرضية. انت عندك ولاد قد ايه؟ انا عندي 3 من 4 اولاد، معايا والد لسه متوفي مكملش سنة، واخوه التاني مريض، معايا 4، احنا كده 3 اولاد وانا وابوهم 5. مريض بيه ده؟ عنده زيادة كهرباء على المخ تبوظ الاعصاب، بيتعالج طيب ولا؟ بيتعالج وبياخد علاج، وانا مش عايزه مرحلته توصل لمرحله اخوه، عشان اخوه لسه متوفي مني بنفس الحاله، وده بيتلف اعصابهم خالص وبيخليهمش يعرفوا يروحوا الحمام ولا ياكلوا ولا يشربوا، وده مرض انا مش عارفه اوصل له، وعايزه اعرف ايه هو نوع المرض بتاعه. علاج عن الدولة ولا لا علاج؟ لا، على حسابي والله، بيشتري كل 10 ايام ب 800 جنيه علاج، بجيب له علب برشام كل الصبح وبالليل، بيقضي 10 ايام ب 800 جنيه. طب وانت داخل كده اصلا؟ انا يا دوبك بيقبض هو معاش 600 جنيه بتوعه، وانا بجيب شويه الخضار والبالة دول. انا مريضة قلب، عاملة صمام في القلب ومحتاجة برضه عملية تانية، عشان العملية ردت عليا ساعة ما كنت محجوزة باخوك كبير، اتحجزت في المستشفيات كتير وتعبت من الشيل معاه، والعملية رد عليا وعايزة تتعمل تاني. طب والده بيشتغل؟ والده على قده برضه كده، عشان برضه مريض قولون وعنده عضلة في القلب كانت مكسورة، وتعبها اليومين دول خالص، ومش مطلوب منه أشعة برضه يكو، واحنا لسه ما عملنالوش لا أنا ولا هو، طب انت شايفه ايه ممكن والحمد لله. لو توفر لك تساعدي ان انت تقدري تتحملي المسافه في الحياه؟ هيساعدوني بأي دخل ليهم، يكبروا لي مشروع التجارة، يدخلوا لي دخل أو يجيبوا لنا علاج، ويشوفوا اي دكتور يحاول في حالة محمد، عشان ما وصلش لحالة اخوه اللي متوفي مني. هي دي البضاعة كلها اللي عندي؟ والله انا بجيب على قد كده من دكان جارية، وبحاول ان انا اوزع للولاد. يا رب يبارك لك ويوسع عليك ويكفوهم شر المرض ويجعله في ميزانة حسناتهم.